طيب، قصة كانت جات لي عايزة أخد رأي حضرتك فيها، عشان أنا كنت في نقاش طويل في الموضوع ده. زوج تزوج زوجة وأنجب منها ولد وبنت، وحصلت خلافات كبيرة جدا جدا بينهم وبين بعض، أدت لكره الاتنين لبعض. البنت عايشة مع الأم والولد كان عايش مع الأب، ما بين الأب والأم كل شوية لحد ما استقر مع الأب من فترة طويلة. الأب بعد الولد ما كبر وهو دلوقتي في العشرينات بدأ يتكلم معاه على إنه هو صديقه، على إنه ابنه صديقه يعني، وبيفضفض معاه. بس طبعا ممكن يكون في بعض الكلمات فيما تخص الأم اللي تجرح الولد، وفي النهاية هي أمه عملت اللي عملته أو حصلت المشاكل اللي موجودة، فهي بينهم هما الاتنين، بين الزوج والزوجة. هما انفصلوا خلاص، انفصلوا من انفصلوا. زمان. نعم. الولد قال للأب إنه استنى ما تاخدش أي موقف فيما يخص إنه محاكم أو شكوى أو قضية أو أيا كان، وأنا هحاول أعالج الأمور. من الواضح إن الولد ما قدرش يعالج الأمور مع الأم. فلما وصل لمرحلة فيها شد مع الأب، والأب شايف إن ابنه ما عرفش يقف جنبه وإن هو بقى راجل وإنه إزاي هو ما ياخدلوش حقه من أمه، طرد الولد بره البيت. هل ده تصرف صح يا فضيلة الشيخ، إن الولاد يدفعوا ثمن المشاكل اللي بين الأم والأب؟ يعني أنا بس هسأل سؤال، كلمة تقف عند كلمة طرد الولد بره البيت، يعني قال له الولد امشي. لا سؤال بس، ماشي يقول له امشي، بس هل هو سابه في الشارع بره ولا هو راح مكان هو ما مأمون؟ يعرفش هو فين. نعم. هو قال له امشي وانا مش عايزك تعيش معايا تاني، وروح مكان مطروح، ويعني كان بطريقة فيها إهانة. فالولد قال له تمام جدا، رجع من بره، لقى الولد لم كل حاجته ومشي. نعم. طيب. هل الأولاد يدفعوا ثمن المشاكل اللي بين الزوج والزوجة؟ طيب، هو أولا خطأ كبير قوي أن فعلا نحمل أبنائنا ما يقع من خلافات ما بين الزوج والزوج، أو ندخلهم أو ويبقوا طرف. دخلهم يكونوا طرف في بتاع كتير قوي، أني أنا يا أنت معايا يا أنت ضدي. طب وأحيانا الولد بيبقى محتار يعمل إيه، ما هو الأب والأم مش دول أب عارف، وأم. مش عارف يعمل إيه، يا ترى أنا هنا ولا هنا، طب أنا لو قلت هنا أزعل. طب إيه، هو الولد بقى يكون ذكي لا ينقل أبدا أي كلمة سوء من قالها هذا الرجل على مثلا مطلقته، ليه؟ لأن في أولاد بينكم، فالولد المفروض يكون حكيم في التصرف، ما يحاولش يخلي الأم هذه تكره هذا الرجل اللي هو في الأصل أبو أولادها، ولا هو يحاول يكره الأولاد في أمهم، لأن دي أمهم في الأول والآخر. مسألة الطرد، لو هو طرده في الشارع بره كده نقول نسيبه، لا ده خطر على الولد، كان يتحمل الامر ده، ما كانش يستدعي الطرد. ولكن لو هو مثلا راح، الولد عارف انه لو طلعه هيروح يقعد عند امه في مكان كان هو مجهزه، لان انت واضح ان في بنت تانية، بمعنى كده ان هي حاضنه، الام متزوجه. لا، الولاد يعني الولد والبنت، اعتقد ان البنت يمكن ما هي البنت، خلي بال حضرتك، ما زالت الام حاضنه طالما البنت ما اتجوزتش. لا، البنت لم تتزوج، البنت عندها 18 سنه. طب لسه حاضنه، يبقى معنى كده لو الولد، لو قدامي هذا الرجل اقول له انت قاعده في قاعدين في مكان، يعني جايب لهم مكان قاعدين فيه ولا هي لا؟ الام متزوجه، متزوجه واحد تاني، تمام، والبنت قاعده معاها، يعني مش هو جايب لهم مكان هم قاعدين فيه، بينفق عليهم ولا لا على البنت؟ لا بينفق. بينفق، يبقى هو ما كانش يطرد الولد. ما يطردش الولد ليه؟ لان انا لو طردت الولد في الوقت اللي احنا فيه، انا الولد لما يجي يروح لأمه ما يلاقيش راحته، انا يجي بالضبط. يروح للأب ما يلاقيش راحته، نعم. هيروح فين؟ يبقى اذن في حالتين، الامر لو انا هطلع الولد، مش هقول هطرده عشان بس ما اكسرش نفسية الولد وممكن بعد كده يكره ابوه، لان سهل جدا اللي الاولاد استشفيته من الموضوع واللي انا قلته انه انت بتطلع غلبك من الأم، في ال وبتطلع اللي انت مش قادر تعمله مع الأم بتطلعه في ولادك، بتعمله في ولادك عشان نعم انت مش قادر تعمله معاها. نعم فاحنا مش عايزين، لو كانت الام لم تتزوج وفي مكان هو جايبها لها، طليقها جاب لها المكان ده تقعد فيه وهي حاضنه، وقلت له ابني انا مش خلاص، انا مش مثلا مش عايزك تقعد معايا، روح اقعد بقى مع والدتك، مع والدتك، وبرضه انا ما زال ينفق وينفق، لا ويخلي لحد القصة ما مش يخلص. قصة إنفاق بس يا هي فضيلة الشيخ، القصة قصة إنه الأولاد
بيبقوا محتاجين احيانا الاهم من الفلوس، الفلوس مهمه عشان يتعلموا ويلبسوا وياكلوا ويشربوا وكل حاجه، بس فكره الضياع ان احنا ملناش مكان، احنا نروح عند الام في جوز ام الله اعلم هو بيعامل ازاي، وانه ما فيش راحه عند الام، يروح عند الاب لا ده هو ما عندوش رغبه في وجودي معاه الا اذا كنت طرف واتدخلت عشان احل مشاكله مع طليقته اللي هي امه. نعم. طب هو ذنبه ايه الولد؟ يبقى اذا احنا كده هنضيع الاولاد بيننا احنا الاثنين. طالما الام تزوجت يبقى انا ابني ده صعب جدا زوج امه يتحمله. اذا كان ابوه ما تحملوش. النهارده لما يروح يقعد حتى مع والدته مش هيقدر يتكلم، لان ممكن زوج امه يقول له ده ابوك ما تحملكش، انا هتحملك ليه؟ اصبح الولد ده ممكن يعقد من طبعا، يبقى انسان معقد. فاحنا بنقول ولو يعني اتلم على حد ممكن يروح في سكه خلاص ما نعرفهاش، بالضبط. ولو مشي وقرر ان هو زهق منكم انتوا الاثنين، لا انا رايح لها ولا رايح له، ممكن ما تعرفوش توصلوا له تاني بقيه حياتكم، نعم، ويبقى ده دفع ثمن المشاكل اللي بينكم وبين بعض. لا ده صحيح. فاحنا بنقول يعني دايما ما نخليش الاولاد طرف في الخصومه ما بين الزوج والزوجه، او ما بين الرجل وطليقته، لأن في الأول الأولاد هم اللي بيشيلوا الموضوع فوق دماغهم. صحيح. نعم. صحيح.